مبروك على جميع المغاربة، سواء مغاربة المملكة المغربية أو مغاربة العالم، ومن هذه المدينة بخارى ودولة أوزبكستان تحية مغربية من هذه الدولة إلى المملكة المغربية الشريفة العبية العلوية. احنا جد سعداء بهذه الفرحة وبهذا الفوز ديال المنتخب المغربي اللي يستحقوا، على اعتبار ان الفريق الايراني فريق قوي وفريق شرس وشارك في 9 كؤوس العالم و13 مره تيدي الكاس ديال اسيا، ولكن بالعزيمه والصبر واللعب النظيف والدفاع عن الكره ديال الفوتسال تمكن المنتخب المغربي باش ينتصر. الماتش للاسف عندي واحد المراده، حنا كنلعبوا امام الحد ما كنلعبوش امام الخصوم، لان المنتخب المغربي كل مقابله كيتصاب منه لاعب، للاسف ما عرفناش هذا السوء طالع كما قال الاستاذ كيك. كنتمناو ان شاء الله وربي ينصرنا ويعاوننا امام البرازيل ما يتصاب لنا شي لاعب، واللي عندنا غادي نقدموه. وبغيت نقول للسي هشام الله يجازيك بخير العمل اللي قمتي به، ما شاء الله اللعيبه في اوج العطاء ديالهم. كان مستريسين بزاف، انا ما كنتش تايق غادي يربحوا الحقيقه هي هذه، واخا كل ديما كنامنوا بان المغرب غادي يربح، ولكن كنت خايف بزاف هذا الماتش هذا، ولكن الحمد لله ربحنا. والدراري ما عرفتش كيفاش داروا، جو تو جور زعما يمكن لادرينالين اللي هنا فيزيكمون غيكونوا عيانين، لي شونجمون ما كاينينش، البون دو توش ما كاينش، الدري عاد تضرب عاوتاني، دونك مازال لحد الان ما فهمتش كيفاش ربحوا هذا الماتش. فريمون اكسترودينار، وبرافو الدراري، برافو الدقيق، وبرافو لي سيبورتير، زعما فريمون تضامن عالمي، وحنا فخورين بالمغرب وما كيحشمناش. وهاد السكارف هذا واحد خينا جا قال لي عطيه لي، قلت له والا ما عطيهش، هذا ديته معايا من قطر وحنا كنربحوا حتى لهنا، دونك شوي تخي فيا، وشكرا بزاف وعلي.